لا شربات، ارجع بيتك. ليه؟ خليني جنبك يا سيد. أنا ما قدراش على بعدك. أنا ما بقيتش عارفة ولا أكل ولا أشرب ولا نام ولا أصحى. أنا عشقاك يا سيدنا، ما بقيتش قادرة على بعدك. قلت لك روحي. لو سبتني هرمي روحي في البحر أغطس ما جبتش. أعمل إيه بس عشان تحن علي؟ جرب كبير هتلاقيني عسل قشطة. مش اللي اتجوزت هدي، اللي اتجوزت هدي خربانة مزقوفة. طب اتجوزني وطلقني ثاني يوم، اتجوزني يوم واحد ليلة واحدة بس، أنام في حضنك ساعة كتير علي. يا بنت الناس قلت لي القدر مش في يدي، مكتوب علي أفضل سابح في ملكوته، لا أرض تملكني ولا حيطان تقويني، ما عنديش غير قبري تهويني ومستني أمره. بعد الشر عنك، ما الفالح بس تتجوز المحزة قدي. طب والختمة الشريفة؟ أنا أعرف أتزوج وألبس محزك كمان. جرب كده، خلينا بات في حضنك ليلة واحدة بس ساعة. يا بنت الناس لما ربنا يريد هتلاقيني بدق على بابك. يلا يلا يا شربان. طب ارجي. لا إله إلا الله. يا رب. العذر مش فارق، شر غاسق نظامك، شر فساد الفاضل، شر حاسد الحسد. والعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وسوس الناس، الذي يوسوس في صدور الناس. أنت مين؟ أنت مش خلف اللي أنا أعرف. أنت بقيت واحد تاني. بقيت واحد تاني كيه؟ ما عرفاش. حسيتيها كيف؟ ما عرفتش، ما حسيتش زي الأول. فيك حاجة اتغيرت، بقيت حد تاني ما عرفوش. انت ما بقيتش سيدنا. أخويا العون يا نار، العون يا نار.
فين يا سيدنا؟ عملت فيك ايه السودة الملبوسة دي؟ البت اللي شبه الجوجة دي ودتك فين يا سيدنا؟ سبتها تاكلك ليه؟ رحت لها ليه؟ ده انا كنت هحادي عليك برموش عيني، كنت هاخدك في حضني وضريك. رحت مني فين يا سيدنا؟ رحت فين؟ دول تمن الشقة. ودول تمن العربية. دول بقى نجيب بيهم شوية ذهب نشبرق بيهم المدام. طاهر فلوسك. خد اللي محتاجه. والباقي اتكفل بيها تامن. اصرف عليهم رعاهم. لحد ما يشد عدهم. حاضر يا مولانا حاضر. ودول اليتامى اللي هتكفل بيهم. ايوه. لحظة واحدة. ادخل. ايه يا باشا قفل تليفونك ليه؟ خير. بور علي انضرب واتسرق. ايه؟ انا مش معترض على قدرك، عارف ان دي نهاية كل حي، بس اتوحشت ولادي. اتوحشت لهم قوي. حن علي يا حنان، ارحمني يا رحمن، بس انا تعبت قوي قوي. امتى هترضى علي وتاخدني؟ امتى اللقا يا رب؟ امتى اللقا؟ ايه اللي خلاه يخرج بالفلوس دي كلها؟ كان قال لي وانا كنت طلعت معاه حراس، مين اللي نصحه يعمل كده؟ يعني مش هنعرف نرجع الفلوس؟ المغبرين شغالين ولو وصلنا لاي حاجه هنتصرف. وهو كمان لما يفوق ممكن يفيدنا باي حاجه، يمكن شاف اللي عمله معاه كده. واحنا لسه هنستنى لغايه ما يفوق؟ انت عارف كويس قوي ان محدش يعرف ان معاه الفلوس دي كلها ومستنيه على الطريق غير هاني. أكيد هو ورجالته راقبوه. بس أنا ما أقدرش أعمل حاجة ولا أتهمه بأي شيء. ليه بقى؟ هندخل في سينو جيم ورجلنا هتيجي وهتبقى حدوتة كبيرة. ادعي أنت بس يكونوا شوية عيال هجامة هم اللي عملوا مع برع بيه الحكاية دي. والشيخ خلف. وده ماله ده كمان؟ مش وسابنا ولازم يرجع وأنت سيد العارفين. أرجوك يا عماد بيه تعرف لنا راح فين. هنشوف. ايه مش في بيتها؟ اسمع، تقلب عليها العزبه وما ترجعش وما اشوفش وشك الا ما تعرف لي هي فين. مفهوم يا سيدنا؟ انت فين يا سيدنا؟
سيدنا سيدنا يا سيدنا سيدنا جوم انا شربات يا ناس يا خلق رجعتونا يا خلق يا الله هو ماله يا ست تعبان شويه يا اخوي لما توديه المستشفى ما جبلوش ياخدوه قالوا لي تعالي بعد اسبوع يمكن يفضى سرير هو في ايه بس استغفر الله العظيم والغلبان ملوش عيش في البلد دي الله يخرب بيوتهم ربنا معاك ويعفولك والشافي هو الله يا ست قادر يا كريم بقول لك ايه يا اخوي ما تعرفش مطرح كان نقعد فيه يومين مطرح نشوف كتر خيرك يا اختي وانت عامله ايه دلوقتي يا ياسمين بخير الحمد لله المهم انت يا خالي انا الحمد لله اصبر روحي واقول كان الحاجات دي ما لقيناهاش من اصله المهم اللي احنا كنا جينا عشانه حصل الحمد لله يبقى ايه اللي معادنا يا اخوي نرجع مصر ارجع فين انا لو رجعت البس البدله الزرقاء عليها الشيكات يا ياسمين تحبسني مقدر ومكتوب اقعد هنا في العزبه لحد ما ربنا يحلها روحوا انتوا انا مش هروح انا هفضل هنا لغايه ما اوصل لخلف خلف او زمني ايه تاني الله مش جوزي ولازم ادور عليه ما هو طلقك وانا ما طلقتوش يا خالي سامع يا برع البت بتقول ايه هو خلف ده هو اللي هيطلعني من الخيل اللي انا فيه بس مين يعرف له طريق انبسط فيك ومن كل عين شفتك ولا صلتش على النبي أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لام ومن كل شيطان Thank you.
قال اتجوزني وانا لسه صغيره ما كملتش 14 سنه. كان عايز يخلص مني. ابويا مات وانا لسه صغير، وبعدها امي حصلته وقعدت انا واخويا عند خالي حسن. اخويا ده كان طيب وحنين قوي، وفي يوم انقلبت به المعديه وغرق. قعدت جار الفور مدعي يا رب خدني معاه يا رب خدني معاه، ما خدنيش. قلت ما دام ملاك الموت معياش شياجي اروح لنا، ورحت عشان ارمي نفسي في البحر. كنت عاوزه اموت زي اخويا ما مات. لحقوني وانا بيني وبين الموت يا دوب شهقة نفس. بعدها لقيت امي وابويا واخويا كلهم جوني في المنام. كان وشهم متكدر وما نطقوش ولا بكلمه واحده، وادوني ظهرهم ومشوا. قعدت ابكي ابكي واترجاهم عشان يسامحوني. نفاثاتي في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله. زي ما اتفقنا. يا هانم انت لو عايزين اجيب لك مشايخ الصعيد كلهم هجيبهم لك. انا عايزه خلفه بس. هجيبه لك، اطمني، اعتبري مرمي تحت رجليك. لا انت تقول لي مكان والباقي بتاعي انا. ماشي بس كده. ماشي بعد ذلك. وهاني؟ هاني بيه موبايلاته معاكي، انا براءة. هاني بيه رضعته والقبر. انت بتخاف منه بقى. وحضرتك كمان لازم تخافي. سلام. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا. الحمد لله بركة انك قمت بالسلامة يا سيدنا. الف بركة، الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله. ارجيني يا سيدنا، سايق عليك النبي لا ترجيني. انت اللي ترجيني. انا؟ هو انا طول. انت طول السحاب. ارجيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
لك عندي حاجة. كريمة؟ عوقت عليك؟ تعبتك معايا؟ تعبتني؟ ده أنا لو مت دلوك أبقى خدت من الدنيا كل اللي تمنيته وأكتر. أنا ما كنتش أحلم أفضل جنبك ساعة واحدة بس. أنت خدتي إيه من ورايا غير غير الفرحة والسعادة والهنا كله يا سيدنا؟ أقعد أقعد أما أوكلك. كان نفسي اطبخ لك بيدي بس المطرح ما فيهوش بابور جاز. ده انا كل الخلق بتحلف بواكلي. طب ده حتى الحاجه كانت بتتجنن لما الحاج يقول لها خلي شربات هي اللي تطبخ. تعرف انا نفسي اطبخ لك ايه؟ ويك دي هتعجبك قوي. تتجوزيني يا تتجوزيني يا شربات. العريس حسن عبد العزيز ابراهيم، العروس شربات سيد احمد. اسمك حسن؟ اقول لك يا حسن. تعال عندي يا حسن. تعال عندي يا شربات. حاضر. انا حاضر. الف مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. ايه قوم. ما لقيش عندك دكان ينفع ابيع فيه الطير؟ مظبوط. بس ما يكونش بعيد عن السوق. حاضر مظبوط. بالمرة اشوف لي مطرح اسكن فيه. وعليكم السلام. اخذت عليكي كثير كثير. كنت في السوق. بسم الله. على الله يعجبك. تسلم يدك. فرحانة؟ فرحانة قوي قوي. دايما حسن. يا عيون حسن. انا خايفة. خايفة من ايه؟ خايفة للبشمهندس حسن ينسى شربات الغلبانة. انت اللي رجعتي حسن وحيتيه من تاني. انا كنت دفنته من سنين. كنت عارف اني مش هشوفه تاني ولا هعيش تاني ولا هحب تاني.
أنا كنت بشوف كريمة فيكي. ما تزعليش، كريمة كانت غالية وأنت كمان غالية. قبلك كنت بعد الأيام والثواني عشان ربنا يرضى علي وياخدني. بعد الشر عليك. ربنا مد في عمري عشانك وعشان اكبر رضاه وحكمته وعشان اسبح بحمده ورحمته وعشان في كل صلاة اطلب غفران اقول له سامحني يا رب، سامحني يا كريم، سامحني يا كريم. يعني ايه مش لاقينه؟ ده زي ما يكون فص ملح وذهب يا باشا. والبيت الخدامة لفينا عليها البلاد اللي حوالينا كلها، تقول لي شقت الارض وبلعتها يا باشا. معلش دي غلطتي انا، انا اللي كنت فاكر انه ورايا رجاله، لكن يظهر ان مفيش فايده. اسماعيل رضوان قامت يا باشا. انا بقى هعرف اجيبهم ازاي يا تنبله. ما مصدقاش انك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما اجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليكي. خايف عليا؟ من ايه؟ فرحانه؟ انا ما مصدقاش انك اتجوزتني. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما اجرب منك تهرب مني. ليه؟ انت خايف عليك. خايف عليا؟ من ايه؟ يعني انا اكبر منك. انت صغيرة وانا راجل كبير يعني. ودلوك صغرت؟ عشان اتجوزتك. قل لي يا حسن، انت اتجوزتني عشان بتحبني ولا صعبت عليك من اللي عملته معاك؟ رد جميل يعني. سدي واحكي لي انت. نعم. ليه كنت بتبص عليا من خرم الباب عند العمدة؟ وليه عينك ما فرجتنيش مطرح ما روحي؟ اقول لك وما تقولش عليا عبيطة؟ قولي قولي. اول ما شفتك لقيتك مارد طاير، روحي كانت هتروح مني. قلت لعدلي لا يكون ركبني بسم الله الرحمن الرحيم بجد. أنا بسم الله الرحمن الرحيم بجد؟ لا والله ما أقصد. طب والنبي أنت عسل؟ عسل. كنت كل ما تروح حتة ألاقي قلبي عمال يخبط يخبط وقلبي بيطير. قلبك طار؟ ما مصدقنيش، هتتمجلت علي. لا وأنا أقدر؟ طب والله العظيم قلبي كان عمال يخبط. طب وسعد برعي ليه ما خبتيش من نار الجايدة؟ ما حسيتش بروحي، لقيتني وسط النار وبشدك. النار ما تحرقش مؤمن يا شربات. ده انت اللي شربات. بقول لك ايه، ما تجي ندخل جوه، انت لقيك تعبت من الوقف. ما احنا قاعدين هنا. قصدي يعني تدخل جوه تريح ظهرك تفرد جدتك. تعالي. تعرف أنا طول عمري ما حسيتش بالدفى زي دلوك. أنت هتفضلي طول عمرك دفيانة بقلبك اللي ربنا منورهولك ولأنك راضية بنصيبك اللي ربنا قسمهولك. يا هبلة
حد يبقى معاه شنطه مليانه فلوس ويقول ما عاوزهاش؟ انا ما عاوزاش من الدنيا غيرك، انت عندي بكل كنوز الدنيا. هتفضلي غنيه بقلبك الابيض. قلبي ابيض عشان انا بيضة. وانت بيضة؟ امال انا ايه؟ انت حم. 70 جنيه غالي يا حاج. الغالي ثمنه فين؟ يلا هات 68 جنيه. الله يبارك لك يا حاج. ده ذكر بطه متزغط تمام وما فيش هرمون. الله يعطيك الصحه يا حاج والحم. هتطلع منه سليقه بالهنا والشفا. تشكرين يا حاج، الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. تعيشي، مع السلامه. الو. ايوه يا حسن، عوقت ليه؟ عوقت؟ لسه بدري. وانا كمان اتوحشتك. قولي لي عايزه ايه وانا راجع. نفسي في جنديل دوره مشوي. حاضر. الباقي ليه؟ اتفضل. القنديل المشوي. تسلم اليد اللي شان. حلو. عسل. لو طلبت مني مال قارون كنت غطست وجبتهولي، مع اني ما بعرفش اعوم. القنديل ده عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. بعد ما قفلت معاكي قلت قنديل مشوي؟ قنديل مشوي؟ ليه؟ انت كنت بتتوحم؟ يا ريت، ده انا ليل نهار بدعي ربنا انه يحصل. تعرف يا حسن، انا ما شفتش جوزي غير ليله الدخله، لقيته شكله عفش قوي وعينيه زي عينين الديب. اول ما جه يجرب مني قطعت وشه بتفرتي وقعدت اصرخ زي المدبوبه. راح ماسكني وقعد يضرب فيا ويضرب لحد ما روحي راحت. من ساعتها سكت لهم في الدباب، عملت انه بسم الله الرحمن الرحيم، ركبني اللجوه مني، قام طلقني وهج. قلت لي ان عيالك ماتوا. عبد الله، عبد الرحمن، شيماء، امه كريمه. شفت النار جايده في البيت، جريت ما قدرتش عليها. ماتوا كلهم، ما قدرتش اعمل لهم حاجه. عند ربهم يا اخويا، ادعي لهم ان ربنا يرحمهم. ربنا يرحمهم. حسن، انا بحبك قوي قوي. وليه البكيه دي لك؟ عشان فرحانه قوي، الدنيا كلها ما سايعانيش. انا دلوك بس حسيت كديها انا غاليه عندك. دلوك بس؟ دلوك بس. ندمت انك حكيت لي؟ لا، زي ما اكون لسه دفنهم بيدي دلوك. كان نفسي يفضلوا معايا عشان ندفن سوا. استغفر الله، ليه خليتيني احكي؟ عشان عايزك تفضفض. قلبي بيتقطع لما بلاقيك سرحان والهم مليك، قلبك معبي وقافل على الحزن بابك ومعايزش تقول. واديني قلت. Thank you.
ازاي حضرتك يا قلبي؟ لسه نايمة. لا لا لا، انا صحيت خلاص. ايه؟ لقيتوا الشيخ خلف؟ فين؟ مساء الخير. شطبنا. معقولة كده يا خلف؟ خلف مين يا ست هانا؟ سيبنا لوحدينا يا مرسي. حاضر يا حاج. اشرب يا ست هانا، ساقع ولا سخن؟ امشي يا مرسي. حاضر يا حاج. أهون عليك تسيبني كده من غير ما تسأل بتعملي إيه يا مراتي؟ هو أنا مش مراتك وليا حق عليك؟ يعني أعرف إن أنت اتجوزت؟ حقك، أنا ما كنتش هعترض، بس أنا كمان ليا حق عليك. يعني تتجوزني أسبوع وأنا مش داريانة بنفسي؟ بذمتك مش ده ظلم؟ مفيش فايدة، الشيطان طلع من جدتك وركب عدلك. يا بنت الناس روحي لحالك. أنت السبب، أنت اللي خليتني أحبك. أنا بحبك بجد يا خلف، أنا مقدرش أعيش من غيرك. خلف. لا لا خلف. زعلان زعلان كده برضك يا راجل تغيب عن حبايبك المده دي كلها. مدام وحشتك. عايز تشوفها؟ طيب انت تقدر تنزل دلوقتي، هتلاقي عربيه مستنياك قدام البيت وهتلاقيني انا كمان مستنيك فيها. بنفسي. بسرعه يا بادي. باي.
تاني. يلا يلا يا دادي. ايه الحلاوه دي؟ دادي اوعى تكون زعلان مني، لو في حد له حق انه يزعل يبقى انا. اسمع يا ابو جردان، انت مرت ترجع بيتها قبل اي شيء. ايه العسل ده؟ اتفضل يا دادي. يا بركة يا قمر، يا اهلا وسهلا. انا عايزك ترتاح وما تفكرش في اي حاجة خالص، وبكرة هيكون لنا كلام مع بعض. معاك موزتين اهم بألف هنا، وتحت امرك في كل اللي تطلبه. بس انت يلا بقى شد حيلك، عندك التليفون اللي هناك دوت، تتصل في اي وقت وتطلب اللي انت عايزه، كله تحت امرك. تخلوا بالكم منه وتحطوه في عينيكم. ده دادي. بالنسبة للمدام، انا عايزك تطمن، هي في امان الامان. تصبح على خير يا دادي يا عسل. حسن طيب وبيحبك، بس
سيجعلك حبيبك المصطفى تنجيه يا رب. مصدقاش انك اتجوزت. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما اجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليك. خايف عليا؟ من ايه؟ ما تاكلي. حاضر. ما تاكلي. ما انا باكل اهو. بعدين؟ خلاص هاكل. هتفضلي قاعدة بصالي على طول؟ عاوزة يبقى شبهك. ايه؟ انت حبلة؟ من خشمك لباب السماء نفسي فؤاد ويبقى شبهك. وانا نفسي كل اللي ربعت ربنا خير. كن بصراحة ما بيعجليش ولد. Thank you.
ايه ده؟ انت ما اكلتش حاجه خالص؟ طب ايه رايك بقى تاكل دي من ايديا؟ تروق الاكل زي ما هو وقاعد في الارض ما خدش شاور ولا اي حاجه حتى مرته يا باشا ما كلتش ما كلتش انا هتصرف صباح الخير يا شيخ دادي ها قولي نمت كويس اه طبعا ما انا لازم اطمن عليك عشان الشغل بتاعنا يطلع مية مية اسمع بقى الكلام اللي هقوله ده كلام مهم كتب التاريخ بتقول ان التماثيل اللي طلعتوها كانت هي وش التورتة انا ما اخبيش عليك حاولت احفر بس ما جاتش فايده وهنا يجي دورك انت بقى انت اللي هتقول لي احفر فين وانا من ناحيتي وشرف امي لعيشك في دنيا تانيه هو لسه في دنيا تانيه طبعا دنيا كلها عز ومتعه تاكل اطعم والذ اكل تلبس اشيك لبس تسكن في افخم قصر انت مش عندك كل الحاجات دي عايز ايه تاني عايز باقي التورته مش هستنى عليك كتير ولا عايزني كل يوم ابعت لك صباع من صوابع شربات اسف قصدي من صوابع المدام يفكرك يعني ونشاطك براحتك الليلة هنكحت الله عليك عسل النبي برضو عسل النطر هسيبك براحتك الحلاوة دي عندنا احنا يا رب يا رب ينجيك يا
داني انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. يلا بقى. أنا مش هقدر أستحمل أكتر من كده. يلا بقى. خلاص عزم براحتك، احنا هنا كلنا في انتظار وخدمة معاليك. النار اللي ولعتها ما هتعرفش تطفيها. لا نار ايه ده، انت حبيب قلبي يا دادي. اتفضل. انا عايزكم بقى توضبوا لي احلى جو خيالي انا عايش فيه انا وانتو وبس. يعني بيه شفت لك علي النعمة هعيشك في دنيا تانية. ما ترمي البتاع اللي في ايدك دي. جهز لك كل حاجة لو عايز تهد جبل المقطع. احنا جاهزين. مرتي ترجع بيتها قبل ما نمشي. مرتك هترجع بيتها بإذن الله بعد ما ترجع بالسلامة ومعاك المطلوب. ليه وعد؟ وعد. يلا يا رجالة. يلا يا دادي. داني يلا بقى ورينا الهمة بإيدك المبروكة الحلوة دي. انت مش هتاجي معانا؟ ماشي.
انا بصراحة ضلمة وعارب وتعبين ما تلاقينيش. هستناك داني. تجيب العرايس وتيجي 5 مليون عدا ونقدا وقتي. انطلق يا عسل. ابحثوا هنا. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك أسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادني في نحره ومكر من مكر بي عائدا علي وحفرة من حفر لي واقعا فيها. حاميم 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 حمى الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلواء. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسأل نسألك العجل العجل إلهي الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. اكحتوا عند الحجر ده هتلاقوا تعملوا حيوة. هيا 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 لو خطيت بجدك
لو خبطت برجلك برا العربية الحياة والعقارب هتلدعك. انت دخلت هنا ازاي؟ انا ما حسيتش بيك لما دخلت العربية، يعني كلها مسجرة فول اوبشن، اعتبرني غريب وما اعرفكش، والغريب اعمى ولو كان بصير. انا قابلت مشايخ كتير بس انت حاجة تانية، وانت كمان حاجة تانية. طب عندي سؤال. يدك هم رجالتي كلهم ماتوا؟ العلم عند الله. العمال هم كمان ماتوا؟ طب دول ايه ذنبهم؟ ناس على باب الله طالعة تسترزق، عملوا ايه غلط عشان يحصل لهم ده؟ وانت راجل بتاع ربنا ما يرضكش؟ اللي طلعهم في انصاص الليالي عشان يكحتوا من اعمالكم سلط عليكم. ما كانوش بيعملوا حاجة غلط ولا حرام يا شيخ، هم كمان ماتوا. العلم عند الله. طبعا ضروري. وانا يا شيخ هموت؟ هتشوف اللي مكتوب لك. اطلع اطلع. بص بقى يا شيخ خلف، عينك على الطريق. وانت لو فاكر ان انا بتهوش، انا ما بتهوش، انت لازم تعرف كويس. تعرف تكتم ولا مستعجل على عمرك؟ لو حد اتحرك هقتله. عارف انا لو حصل لي حاجه مش هتخرج لا انت ولا مراتك من هنا غير جثث. يعني الشربات فين؟ انت قول خلص عليك. انت عصبي كده ليه؟ حاضر حاضر، رحيل الست شربات. جلني على الطريق. ها عندك يا ابني، محدش يتحرك.
خايفة من ايه؟ خايفة للبشمهندس حسن ينسى شربات الغلبانة. انت اللي رجعتي حسن وحيتي من تاني. انا كنت دفنته من سنين. بعد الشر عليك. خير يا حاج؟ في حاجة؟ شوية مية. تفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حد عيان؟ احمد يخف بإذن الله. يسمع من خشمك ربنا يا حاج. ايه يا حاج؟ واخوه حسان ده مسافر، عايزه في حاجة؟ هيرجع قبل اجازته عشان هيرجع ميت. يا مري غور غور يا شمية وش النحس غور، بقى العيان هيخف والسليم هيموت. دي ارادته، ليه بتخافوا من الموت؟ غور جاتك غارة. اوعى تركب العربية دي يا ابوي. ليه يا ولدي؟ العربية دي هتنقلب باللي فيها. ليه يا ولدي؟ مش مصدقني؟ هتنقلب باللي فيها. غور اللي عاوز يعيش ينزل بالعربية وسيبوني اركب. غور صدقوني العربية دي هتنقلب باللي فيها. الراجل وقع من طوله. يا إله إلا الله. قوم يا عم الحاج، حد يجيب لنا بصرة نشممها له أو شوية مية نفوق بيه. الحمد لله ده لسه فيه نفس، لسه عايش. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوم يا عم الحاج، ده باين له طب من جنة الأكل المية. فوق يا عم الحاج، بسم الله الرحمن الرحيم. فوق يا عم الحاج، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لسه عايش. قوم يا راجل، قوم خلعتنا عليك. كله يروح الحال، حملوني. قوم يا راجل على مهلك يا عم الحاج، على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم، على مهلك الحاج. لا اله الا الله. وحد الله يا حاج، ما تعملش في نفسك كده، مالك؟ يا حول الله. خد اشرب. اه لا حول الله. طب انه عنده لطف ده ولا ايه؟ يا عيني يا عيني.
ساكن دروبها الضيق توسع دروب الله كأنها بحر طامي وانت مش عاوي فهو تعمل ايه في الدنيا يا خلف الله اياب وشين وانت حصيف وغشيم ده مقام سيدي عبد الله بن ابي جمره سلطان المشرق والمغرب لا يقف على قبره شقي او عاصي الوالدين ما لك يا والدي الحمد لله تعال تعال يا ولدي تعال كريم ايه؟ خلف الله عاشت الاسامي يا شيخ خلف الله انا اخوك في الله بكري خادم هذا المقام وده مقام سيدي احمد ابن عطاء الله السكندري جه من الإسكندرية عشان يبقى بجوار سيدي عبد الله تعال يا ابني تعال اقعد وتبارك بالمقام عقبال انا نعمل لك لقمه تاكلها مش عاوز اكل طيب اجيب لك حاجه تشربها مش عاوز اشرب